بسم الله الرحمن الرحيم، ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي المشاهدين ومتابعين قناه مصر للتعليم الفني، اهلا ومرحبا بكم. حلقه اليوم مخصصه لطلبه الصف الاول الثانوي الصناعي قسم تبريد وتكييف نظام الجدارات. النهارده هنتكلم ان شاء الله على الوحده الرابعه بعنوان تشكيل المواسير والحمل. هنتكلم النهارده على موضوع مواسير المستخدمه في التبريد والتكييف وانواعها واكترها، وهنتكلم على نقطه مهمه جدا موجوده وهي تعتبر ابرز حاجه موجوده في الوحده ديت، وهي الهيت ترانسفير او انتقال الحراره، وهناخد ثلاث طرق لانتقال الحراره ونفهمهم كويس جدا. الوحده الرابعه بتتكون من اربع مخرجات، هناخد النهارده ان شاء الله المخرج الاول والثاني والثالث ان شاء الله. نتوكل على الله نشوف بقى الوحده بتتكلم معانا عن ايه. المخرجات الوحده بتاعتي، اول حاجه هنبتدي بالمخرج اختيار مواصفات المواسير، بعد كده نتكلم على تشكيل المواسير بانواعها المختلفه، بعد كده نتكلم على توصيل المواسير بانواعها المختلفه. نبص مع بعض على اول نقطه وهي اختيار مواصفات المواسير. هنتكلم في الموضوع دوت على خمس نقاط. هنتكلم على انواع وخواص المواسير المستخدمه في مجال التبريد والتكييف. نبص كده مع بعض، ناخد اول حاجه انواع وخواص المواسير المستخدمه في مجال التبريد والتكييف. تستخدم مواسير، طبعا المواسير النحاس هي المستخدمه بكثره في التبريد والتكييف. هناخد انواعها وهناخد اكترها وهناخد السمك بتاعها. نبص كده مع بعض، بتستخدم مواسير النحاس بكثره في دوائر التبريد والتكييف بسبب ايه؟ هي بقى الاسباب اللي انا بتخليني اللي انا الجا لمواسير النحاس. اول حاجه جودتها، رخص ثمنها، سهوله تشكيلها، اختلاف اكترها، والتبادل الحراري بتاعها الجيد، عدم تفاعلها مع مركبات التبريد. نخش على انواع المواسير النحاس. لو حد سالك انواع مواسير النحاس المستخدمه في مجال التبريد والتكييف، بتنقسم تبعا لوفقا للسمك ووفقا للمرونه. بالنسبه للمرونه في عندي بيبقى منها نوعين، في النوع الطري اللي هو السوفت، وفي النوع اللي هو الجامد اللي هو الهارد. النوع السوفت تشكل سهل التشكيل عشان طري، غالبا بدون معامله حراريه ولا يحتاج لوصلات جاهزه، ويفضل في الخطوط القصيره والمتوسطه والملفات، وتصنع على شكل لفائف. نوع جامد لا يشكل الى بعض المعامله الحراريه ويحتاج لوصلات جاهزه مثل حرف التي، ويفضل في الخطوط الطويله وهو صعبه السني ومستقيمه الشكل. دي انواع مواسير النحاس اللي احنا قلنا بتختلف على حسب السمك او المرونه. والمرونه في منها اللي هي المواسير الطريه، وفي المواسير اللي هي الناشفه اللي بتتقال في السوق، تمام. وديت المواسير والاقطار والسمك الخاص بالنسبة للمواسير النحاس المسحوبة على الناشف، والمسحوبة هنا وقت على الطري. عندي من اول 3 تمان، تمام، حد هنا هو تمن، 5 تمان وتمن، تمام، انواع كتير. وكمان عندي السمك الجدار او سمك المواسير هنا بالنسبة للهارد او الناشف، وهنا بالنسبة للطري. مقاسات المواسير، نبص كده مع بعض، عندي النص بوصة، الربع بوصة، التلات اربع بوصة، عندي التمن، 3 تمان، 5 تمان، 3 على 16، 5 على 16، 7 على 16. دي بالنسبة للأقطار اللي هي الموجودة في السوق. طرق فحص المواسير، طريقة فحص المواسير، اتأكد من عدم وجود خنق أو تسريب أو كسر في المواسير، اتأكد من عدم احتكاك مواسير مع بعضها. طريقة استبدال المواسير، فحص الوحدة عن العمل، بيتم فصلها، تخزين أو تفريغ مركب التبريد من الوحدة، قص أو فك الماسورة التالفة، تركيب الماسورة الجديدة الحاد، بنعمل عملية تفريغ وشحن وتشغيل الوحدة. طرق تشكيل المواسير، أول حاجة هنا هو بيتكلم على لو المواسير بتجيلك، بتجيلك على شكل لفائف بالطريقة ديت. طريقة فرد مواسير النحاس، يجب فرد مواسير النحاس على طاولة واستخدام كتلة خشب لتعديل الإيه؟ الانبوب. عندي هو طريقة قطع مواسير النحاس، قطع مواسير النحاس يستخدم سكينة قطع. الكلام ده طبعا هنشوف في الورشة ونبص على سكينة القطع لو انا محتاج المواسير ديت بعد ما بفردها، محتاج طبعا اشوف الاطوال بتاعتي واقطعها، وده طبعا هيبقى عندنا تمرين نحاس موجود في الوحدة ديت لازم نشتغل عليه.
طريقة ثانية، المواسير باستخدام في حاجة اسمها زنبرك، اللي هو بيبقى عبارة عن ياي أو سوستة، وبتتحط في الماسورة، بتتم ثانيها بالطريقة اليدوية زي ما احنا شايفين كده، تمام. وبعد كده بيبقى عندي نوع تاني، وهو اللي احنا بنشتغل عليه بقى، اللي هي تناية المواسير بكذا قطر موجودة عندي. أحط المواسير وأعمل تكويع ربع أو نص. طريقة توسيع المواسير دي، العمليات بقى اللي بتتم على عملية المواسير. طريقة توسيع المواسير طبعا باستخدام طقم توسيع وقالب فيلير، تقوم بتوسيع الأنبوبة وادخالها في الأنبوبة الأخرى. الكلام ده طبعا برضو بيتعمل في التمرين العملي اللي احنا هنشتغل عليه باستخدام أصابع توسيع. أما بيبقى عندي هنا منجلة، وبحط هنا الماسورة، وبيتم ان هو عن طريق شاكوش، وبيتم عمل عملية توسيع، او بالطريقة ديت زي ما احنا شايفينها بيتم بالطريقة المانوال. طريقة خفس مواسير النحاس، يستخدم لخفس مواسير النحاس عجلة تضييق ذات بكرات دليلية او زرادية كبس، اللي هي زرادية الخفس اللي هي موجودة عندي. طرق توصيل المواسير، بيتم توصيل المواسير بعضها ببعض، يا اما عن طريق وصلات الفلير باستخدام آلة الفلير اللي عامل شفة فلير بزاوية 45. بيبقى عندي اهي المنجلة الفلير والزرجينة بتاعتي، تمام. بحط الماسورة وبيتم عملية عمل شفة الفلير، تمام. طبعا دي مهمة جدا في عملية رباط المواسير بعضها ببعض. واما في برضو طرق اللحام، اللي انا بوصل ماسورة بماسورة، بيبقى عن طريق ان انا اعمل توسيع في ماسورة وادخل الماسوره الثانيه، وبيتم عمل عمليه اللحام. قواعد تخزين المواسير، لما بجيب مجموعه من المواسير وعايز اخزنها فترات طويله، بيتم عمل الاتي: بيبقى عمل تطبيب نهايه المواسير بعد كل استخدام لحمايه من الاتربه. طبعا بطببها، طبعا يعني اكيد بقفل ديت عشان ما يخشش اي تراب جوه المواسير. خلي بالك ان المواسير ديت تركب في دائره التبريد، تمام. تغليف الأسطح الخارجية لمواسير لحمايتها من العوامل الجوية عشان إيه ما يحصلهاش أي مشاكل من الرطوبة والكلام ده. حفظ المواسير في أماكن بعيدة عن التعرض للصدمات، مهما كان الصدمات إيه بسيطة، ما حرضهاش في مكان معرض لأي خبط والكلام ده. عدم رمي المواسير على الأرض، عدم رمي المواسير على زملاء، طبعا دي حاجات أساسية. يجب أن يكون مكان حفظ المواسير نظيف وجاف. تعال بقى ناخد مع بعض التجربة المهمة جدا موجودة عندي دي، طبعا بتتعمل في المعمل: تحديد الكثافة والكتل والحجم، تمام. الكثافة تعال نعرفها كده مع بعض، هي كتلة وحدة الحجوم من المادة، وتقاس بالكيلو جرام لكل متر مكعب. الكتلة هي مقدار ما يحتويه الجسم من مادة، وتقاس بوحدة الكيلو جرام. الحجم هو الحيز الذي يشغله الجسم، ويقاس بوحدة المتر مكعب. يعني ما معناه الكثافة اللي هي الرو، الكتلة اللي هي الام، الحجم اللي هو الفي. نبص كده مع بعض: كتلة على حجم يعني كيلو جرام على المتر مكعب، اللي هي وحدة الكثافة. يبقى من الوحدة بتاعتها أعرف هي القانون بتاعها، الرو اللي هي الكثافة كيلو جرام على المتر مكعب بيساوي الكتلة على الحجم، الكتلة كيلو جرام والحجم متر مكعب. تعال نبص مع بعض على تجربة زي كده، عايزين نحدد فيها أو مديك كثافة الحديد، كثافة النحاس، كثافة الألمنيوم. عايز احدد الكتله بقى بتاعت الحديد والنحاس والالومنيوم باستخدام ماسوره من الحديد نحاس الومنيوم. عندي 3 مواسير: حديد نحاس الومنيوم، الكثافه بتاعتهم معلومه موجوده اهي، تمام. بيديك القطر الداخلي 2.54 من 100 سنتيمتر، والكتله الخارجيه 2.6 سنتيمتر. الغرض من التجربه زي ما احنا قلنا في البدايه تحديد كتله ماسوره الحديد والماسوره الثانيه النحاس، والماسوره الثالثه اللي هي الالومنيوم، بمعلومات الكثافة اللي هي موجودة معايا. طيب عشان اجيب، احنا قلنا الكثافة بتساوي الكتلة على الحجم، وانا لو كده لو انا عايز الكتلة يبقى بتساوي الكثافة في الحجم. طب انا عايز اجيب الكثافة، او انا الكثافة عندي عايز اجيب الايه الحجم. الحجم بيساوي ايه؟ الحجم اللي هو متر مكعب بيساوي المساحة في الطول. المساحة متر مربع، الطول متر، يديني متر مكعب، تمام. طيب مساحة الماسورة بقى بتساوي ايه؟ باي على 4. واقول هنا بقى هي دي تربيع، بس انا عندي هنا القطر الخارجي والقطر الداخلي، يبقى دي 1 تربيع اللي هو دي القطر الكبير اللي هو الخارجي ناقص دي 2 تربيع، واضربهم هنا في الايه؟ في الطول. طب تعالى كده نشوف كده مع بعض، طول الماسورة مديها لي 50 سنتي، تعالى بقى بالنسبة للحديد، تمام. يلا، المساحة باي على 4 دي
اتنين تربيع ناقص دي واحد تربيع في ال ال باي على اربعة. القطر الخارجي عندي كام؟ اهو 2.6 تربيع ناقص 2.54 تربيع، تمام؟ ده خلي بالك انا شغال كله بالسنتي، لما اشتغل بالسنتي لما اشتغل بالايه؟ بالمتر. كل الوحدات انا سنتي، اشتغل كله سنتي، وبالتالي النتيجة انا عندي تطلع لي 12.1 سنتيمتر مكعب، تمام؟ يبقى انا اشتغل بالجرام والسنتيمتر مكعب. طب دي بالنسبة للحديد، طلعت الايه؟ الحجم. طيب الحجم بقى، طيب لو انا ضربته في الكثافة يديني كتلة، يبقى الكتلة بيساوي الكثافة في الحجم. الكثافة ابص كده، انا بتكلم على الحديد، كثافة الحديد 7.87، ماشي؟ في الحجم اللي انا لسه مطلعه 12.1 تديني ايه؟ 95.2، تديني الوحدة ايه بقى؟ جرام. خلي بالك ان انا شغال جرام سنتيمتر مكعب سنتيمتر مكعب، يبقى الوحدة تطلع لي بالكتلة، هتطلع لي هنا بالجرام. بكده نكون انتهينا من المخرج الاولاني اللي هو سهل جدا وما فيهوش اي حاجه. تعال نخش بقى على المخرج التاني. تعال بقى مخرج مهم جدا، تعال بقى ايه نشوف موضوع ايه؟ انتقال الحراره. الحراره وانواعها وتعريفات الحراره دي اول نقطه. ده طبعا كل الداتا اللي موجوده في المخرج التاني اللي هو يعتبر اقوى مخرج فيهم. تاني حاجة عندي العوامل التي يتوقف عليها كمية الحرارة وأمثلة على حساب كمية الحرارة. طرق انتقال الحرارة اللي هو التوصيل والحمل والإشعاع. ناخد العمليات الخاصة بمواصيل التبريد اللي هي قطع توسيع فلير ثاني خفض تنتهي بتمرين عملي. طبعا الكلام دوت بيتم في العملي بتمرين نحاس لازم يتعمل في المخرج ده، يبقى احنا في المخرج ده لازم تمرين نحاس هنشتغل عليه ونعمل فيه العمليات اللي بتتم على المواسير سواء قطع توسيع فلير ثاني. الحرارة هي احدى صور الطاقة التي لا تفنى ولا تخلق من عدم، تمام؟ وتنتقل الحرارة بالتسخين او التبريد من المنظومة والوسط المحيط بها نتيجة فرق درجات الحرارة داخل المنظومة وخارجها. ويرمز بالحرارة كيو وحدتها جول او كيلو جول، علما بأن الحرارة المطرودة من المنظومة تكون سالبة مثل الحرارة المطرودة من المكثف، تمام؟ أما بينما الحرارة المضافة للمنظومة اللي هي موجودة بقى في المبخر، اللي هي مكتسبة في المبخر، بتكون بإيه؟ موجبة، لأن هي إيه؟ مضافة، تمام؟ والحرارة إما أن تكون حرارة محسوسة أو حرارة كامنة. طب دي بقى معلومة كويسة جدا، تعال بقى ناخد الفرق بين الحرارة المحسوسة والحرارة الكامنة. الحرارة المحسوسة يحدث تغير في درجة حرارة المادة ولكن لا يحدث تغير في حالة المادة. وتغير درجة حرارة المادة نتيجة إضافة أو سحب كمية من الحرارة. القانون بتاعي اللي أنا بشتغل عليه كيو بيساوي الإم دوت سي بي دلتا تي. دلتا تي اللي هي فرق درجات الحرارة. الكيو كمية الحرارة المحسوسة وتتقاس بالوات. ام دوت معدل سريان المائع، سي بي الحراره النوعيه بثبوت الضغط، الدلتا تي او فرق درجات الحراره تي 2 ناقص 1 اللي هي فرق درجات الايه؟ الحراره. طيب احنا بنقول هنا الحراره المحسوسه يحدث تغير في درجه حراره الماده ولا يحدث تغير في حاله الماده، يعني الحاله عندي طبعا حاله الماده ممكن تبقى حاله سائله، ممكن تبقى حاله صلبه، ممكن تبقى حاله غازيه. الحاله الحراره المحسوسه اللي هي بيحدث تغير في درجة الحرارة بتاعت المادة، يعني مثلا عندي مائع مثلا زي المية كده في صورة ايه؟ سائل، ممكن درجة حرارته تبقى 20 30 40. تغير درجة الحرارة دي اسمها حرارة ايه؟ محسوسة. لو انا بسخن مثلا من 20 لحد مثلا 80 دي اسمها حرارة بياخدها، حرارة ايه؟ محسوسة. اما بالنسبة بقى للحرارة الكامنة اللي هي بتوصل المادة دي بتوصل لدرجة حرارة التشبع وبيبدأ عندها بقى مفيش تغير في درجة الحرارة ولكن حالة المادة هي اللي بتتغير. يعني مثلا زي ايه؟ مثلا انا جبت مية في هي سائل اهي، والمية ديت وصلتها لدرجة حرارة 100، دي كده حرارة محسوسة. بعد ما وصلت ل 100 انا برضو مستمر في عملية التسخين. طب دي اسمها حرارة ايه بقى؟ حرارة كامنة. حرارة ايه؟ كامنة، لان درجة حرارة المية مش هتزيد عن 100 خلاص، هي وصلت للتشبع، ولكن المادة هنا حالتها بتتغير من سائل لبخار، عشان كده اسمها حاله ايه؟ الحراره الكامنه. تغير في درجه الحراره؟ لا، درجه الحراره ثابته ولكن حاله الماده هي اللي بتتغير. ده الفرق بين الحراره المحسوسه والحراره
الكامنة. تمام، نكمل مع بعض. الحرارة المحسوسة زي ما احنا شايفين كده هي كمية الحرارة المنقولة التي تؤدي إلى رفع أو خفض درجة حرارة المادة دون تغير في حالتها غازية أو سائلة أو صلبة. الحرارة الكامنة كمية الحرارة المنقولة تؤدي إلى تغير حالة المادة. حالة المادة هي اللي بتتغير بقى، سواء كانت غاز أو سائل أو صلب، دون أن يحدث تغير في درجة حرارة المادة. ومن أمثلتها الحرارة الكامنة للانصهار. تعال بقى ناخد إيه شوية التعريفات الإيه الحلوة ديت. الحرارة الكامنة للانصهار هي كمية الحرارة التي يتم إضافتها لتحويل المادة الصلبة إلى مادة سائلة مع ثبات درجة الحرارة. الحرارة الكامنة للتبخر هي كمية الحرارة التي يتم إزالتها من المادة السائلة لتحويلها من الحالة الصلبة مع ثبات درجة حرارتها. الحرارة الكامنة للتجميد هي كمية الحرارة التي يتم إضافتها لتحويل المادة من سائل إلى غاز مع ثبات درجة الإيه؟ الحرارة. الحرارة الكامنة للتكثف هي كمية الحرارة يتم إزالتها من المادة لتحويلها من غاز إلى سائل مع ثبات درجة الحرارة، وده الكلام ده اللي بيتم فين؟ في المكثف. تعال بقى كده ناخد العوامل التي يتوقف عليها كمية الحرارة وأمثلة على حساب كمية الحرارة. العوامل التي يتوقف عليها كمية الحرارة، أول حاجة كتلة الجسم، فرق درجات الحرارة هي دلتا تي، نوع المادة أو الجسم أو مطلق عليها الحرارة النوعية بثبوت الضغط، تمام، اللي هي السي بي. تمام، يبقى عندنا هو الكيو اللي هي كمية الحرارة، تمام، بيساوي الام اللي هي الماس اللي هي الكتلة كيلو جرام، وعندنا هو السي بي الحرارة النوعية كيلو جول لكل كيلو جرام كيلفن، وهنا فرق درجات الحرارة temperature difference اللي هو تي 2 ناقص تي 1. تمام، تطلع لي هنا الوحدة بالكيلو جول. تمام، بالكيلو جول هنا عشان انا معوض هنا الام بالكيلو جرام، اما ديت لو ماس فلوريت او كيلو جرام على الثانيه تطلع لي هنا الوحده بالكيلو جول على الثانيه معناها كيلو وات. تمام، طبعا انت لو عندك الوحدات ديت موجوده هتختصر الوحدات دي كده مع بعض هتلاقي الوحده طبعا طلعت لك هنا بالكيلو جول، طبقها وشوفها، موضوع بسيط جدا مفيش اي حاجه. ادي القانون بتاع اللي احنا بنعتمد عليه في شغلنا ام سي بي دلتا تي. تمام، كتله الجسم، خلي بالك الكتله اللي هي الام اللي هي الماس، تتناسب كميه الحراره التي يكتسبها الجسم كيو طرديا مع الكتله. يعني العلاقه بين الكتله وكميه الحراره علاقه ايه؟ طرديه، زياده الكتله بيزيد كميه الايه؟ الحراره والعكس. طب الفرق بين درجات الحراره الابتدائيه تي 1 والنهائيه تي 2 اللي هي التمبرشر ديفرنس اللي هي تي 2 ناقص تي 1، طبعا العلاقه بينهم علاقه هنا طرديه بين الدلتا تي وكمية الحرارة. عندي هنا الحرارة النوعية بثبوت الضغط، طبعا عندي بالنسبة للمية عندي السي بي بتاعتها 4 و187 من 1000 كيلو جول لكل كيلو جرام. عندي بالنسبة للتلج وعندي الحديد كل مائع أو كل مادة وليها السي بي بتاعتها، الحرارة النوعية بثبوت الضغط. وتعريفها هي كمية الحرارة اللازمة لرفع أو خفض درجة حرارة وحدة الكتلة من المادة درجة واحدة فقط ووحدتها كيلو جول لكل كيلو جرام كلفن. تعال بقى ناخد مثال ونطبق، دي حاجة كويسة جدا عشان نقدر نفهم الموضوع ده. احسب كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة 1 كيلو جرام من الماء من 5 إلى 25، دي دلتا تي، عندي تي 1 ودي تي 2. إذا علمت أن الحرارة النوعية للمية هي ثابته بس احنا واجبها لك كمان عشان ما تحفظهاش، يبقى عايز كميه الحراره. كميه الحراره يبقى هو من الداتا بتاعتي اللي اجي اطلعها عندي هنا وات الام 1 كيلو جرام، تمام، وعندي هنا وات تي 2 وعندي تي 1 والحراره النوعيه اللي هي السي بي. طبعا تعويض سهل جدا، اقول عندي الحل الكيو بيساوي ام سي بي دلتا تي، اعوض الام بواحد السي بي ب 4 و187 من 1000 وفرق درجات الحرارة اللي هو 25 ناقص 5 تديني الوحدة عندي 83.7 كيلو جول. ناخد تمرين كمان. احسب كمية الحرارة المزالة، تمام، المزالة لتبريد 18 كيلو جرام من المية من درجة حرارة 29 إلى 3. تمام، المفروض ما دام مزالة تطلع بالسالب، بس انا عشان ما اطلعهاش بالسالب اقول لي درجة حرارة كبيرة ناقص صغير. إذا علمت أن الحرارة النوعية للمية ماشي ثابتة برضه، أجيب الداتا بتاعتي
الام عندي 18 كيلو جرام، لازم اكتب المعطيات بتاعتي صح وبالراحه كده عشان ما اتلخبطش. اللي انا اشوفه في المساله بطلعه واحده واحده، عندي تي واحد وتي اتنين والسي بي، واجي بقى الحل زي ما احنا القانون اللي احنا بنتعود عليه، القانون بيقول كيو ام سي بي دلتا تي. تمام، اعوض تعويض مباشر على طول، مفيش اي تحويلات، وتطلع لي ان هو عندي 1959 كيلو جول. طبعا لو حد عايزها عندي بجول، بقوم ضارب القيمه ديت في 1000 تطلع لي الوحده بالجول. ناخد بقى طرق انتقال الحرارة، وده موضوع مهم جدا ويعتبر ابرز نقطة موجودة في الوحدة ديت واتقالهم. طرق انتقال الحرارة عندي هنا تنتقل الحرارة من مادة الى اخرى بثلاث طرق: كونفكشن، كوندكشن، راديشن، بالحمل والتوصيل والاشعاع. عندك المثال اللي هو موجود ده، ثلاث طرق انتقال الحرارة بيتم واقدر افهمهم من خلال المثال اللي قدامي ده. مثال سهل خالص اهو، انتقال الحرارة من النار لسطح الإناء الخارجي، نبص كده، أو للهواء، من النار للهواء اللي حوالين سطح ده بالإشعاع. تمام، عندي هوت السطح الخارجي للإناء ده هيسخن، فهيسخن السطح الإيه الداخلي. انتقال الحرارة في السطح الصلب ده، خلي بالك، ده بالتوصيل، أو انتقال الحرارة من السطح ده لليد دي، ما اليد دي معدن ودي معدن، يبقى بالتوصيل. تمام، قلنا من شويه لو انتقلت الحراره من السطح الخارجي للسطح الداخلي بالتوصيل، طب من السطح الداخلي للميه بالحمل. تمام، ومن كده اقدر افهم موضوع انتقال الحراره اللي هو الهيت ترانسفير. تعالى بقى كده، انتقال الحراره بالحمل موضوع مهم جدا، وتعالى بقى نفهمه كده بالراحه. انتقال الحراره بالحمل هو انتقال الحراره بين سطح صلب ومائع. المائع ده ممكن يبقى هواء وممكن يبقى ميه. انتقال الحراره بالحمل فيه منه نوعين، في اللي هو انتقال الحراره بالحمل الطبيعي، وفي بالحمل الجبري. تمام، بالحمل الطبيعي اللي هو بيعتمد على تغير كثافه المائع. تمام، يعني مثلا انا لو عندي مثلا في المكان دوت هواء بارد، الهواء البارد دوت لو انا بردته او انا بردته، الهواء البارد ينزل تحت، الهواء السخن يطلع فوق، نتيجه تغير الايه الكثافات. يعني في حركه بتحصل نتيجه تغير الايه الكثافه. بس عندي بقى انتقال الحراره بالحمل الجبري اللي هو بيعتبر اقوى منه، اللي انا بجبر الهواء اللي هو يتحرك عن طريق قوه محركه زي المروحه مثلا. تمام، يعني مثلا بقول لك انتقال الحراره بالحمل الجبري، اعرف ان في عندي فانه او قوه محركه، طبعا دي بتبقى اسرع. يعني اديك مثال، لو جبنا مثلا كوبايه شاي او بيضايه حطيناها سخنه لسه طالعه، حطيتها، تمام، انا لو سبتها فتره 10 دقايق ربع ساعه هتبرد لوحدها، صح كده؟ طب انا لو جبت فانه او مروحه وتروح جاي مسلطها على البيضه ديت اللي هي السخنه، ايه اللي يحصل؟ تبرد في خلال دقيقه ولا دقيقتين. ليه؟ انت عملت انتقال حراره سريع. ده انتقال حراره، او ده فرق بين انتقال حراره بالحمل الجبري وبالحمل الايه الطبيعي. الحمل الجبري يعني في مروحه. طب انتقال حراره بالحمل، قلنا انتقال حراره بين سطح ومائع، بين سطح ومائع. زي مثلا لو اجيب لك انا مثال انتقال حراره، اجيب لك مثال بقى فيه الثلاث انتقالات حراره. يعني مثلا انا عندي انتقال حراره من الشمس، وبس انا باجي بقى جوه الاوضه الاقي الجو ده درجه حراره ايه مرتفعه، صح؟ ازاي درجه حراره الشمس وصلت للي جوه الاوضه؟ بص كده معايا، من اشعه الشمس للهواء الخارجي المحيط للحيطه بتاعتي، ده انتقال حراره اسمه انتقال حراره بالاشعاع، من الشمس لحد الايه الحائط. طب الحائط الخارجي وصل له درجه حراره الشمس وسخن، صح؟ هيوصل لدرجه حراره الداخلي للحائط، وده اسمه انتقال الحراره بالتوصيل. انتقال الحراره بالتوصيل، انتقال الحراره بين جسم ايه صلب، يبقى الحيطه الخارجيه للحيطه الداخليه، ده انتقال الحراره ايه بالتوصيل. طب السطح الداخلي للحيطه عندي سخن، ايه هيحصل؟ ايه هيحصل؟ انتقال الحراره بالحمل بين السطح الداخلي وبين الهواء الموجود جوه الاوضه. يبقى كده عندي الثلاث انتقالات حراره حصلت من الشمس لحد الأوضة عندي مساخن الهواء الموجود جوه. يبقى من الشمس للحائط الخارجي وصل بالإشعاع، من الحائط الخارجي للداخلي توصيل، من الحائط الداخلي للهواء اللي موجود جوه، ده انتقال الحرارة بالحمل. ده التلات طرق، وكل طريقة من ديت فيها قانون لا أقدر أعوض بيه. خلينا في أول موضوع معايا هو انتقال الحرارة بالحمل، وقلنا انتقال الحرارة بالحمل الطبيعي وانتقال الحرارة بالحمل الإيه الجبري. نبص مع بعض بقى،
عندي انتقال حرارة بالحمل الطبيعي، مش جبري بقى، لا يوجد به أي وسيلة لتحريك الهواء، لكنه يعتمد على حدوث تغير في كثافة المائع يؤدي إلى حركته. ماشي، أي تنتقل حرارة بالحمل الطبيعي نتيجة أن تكون حركة المائع نتيجة من تيارات الحملة تنشأ من تغير كثافة المياه. يعني الهواء أو المية لما كثافتها بتتغير يبدأ يتحرك بقى، زي ما احنا شايفين الهواء البارد، لو قلنا هواء بارد هواء ساخن، الهواء البارد ينزل لتحت، الهواء الساخن هو اللي بيطلع لفوق، لأن كثافة الهواء البارد هي اللي أتقل. ده انتقال حرارة بالحمل الطبيعي. طب ايه القانون اللي بيستخدمه؟ الكيو اللي هي كمية الحرارة بتساوي الاتش اللي هو معامل انتقال الحرارة بالحمل الطبيعي، في الاي اللي هو مساحة السطح المعرضة لانتقال الحرارة، في فرق درجات الحرارة بين درجة حرارة السطح ودرجة حرارة الايه المحيط. المحيط ده ممكن يبقى هواء أو مية. تمام، طبعا عندي مثال اهوت، لو عندي سطح ساخن وانا سايبه انتقال حرارة بالحمل الطبيعي، ايه اللي بيحصل؟ ان السطح الساخن ده لو جبت حته حديده سخنه، ايه اللي بيحصل؟ ان الحراره بتنتقل من السطح ده للهواء المحيط، صح؟ انتقال الحراره بايه؟ بالحمل. يبقى كيو كميه الحراره، الاتش معامل انتقال الحراره بالحمل بالنسبه هنا للهواء، وعندي هنا هو الاتش الايه اللي هي المساحه بتاعت السطح المعرضه، وفرق درجه الحراره، درجه حراره السطح ناقص درجه حراره الايه؟ الهواء. ده القانون اللي ايه بنعوض فيه. طب تعالى بقى انتقال الحرارة بالحمل القصري اللي هو الايه الهيت ترانسفير، بس بقى ايه فورس الكونفكشن. تمام، في فري كونفكشن اللي هو بالحمل الطبيعي، اما بقى الفورس الكونفكشن اللي هو بالحمل الايه الجبري اللي انا بستخدم فيه مروحة، بيبقى عندي الكيو بيساوي الاتش في الايه فرق درجات الايه الحرارة. برضو باختصار هو تعالى بقى نشوف كده، الحمل الطبيعي نتيجة تغير كثافة المائع، اما الحمل الجبري نتيجة دفع الايه الايه المائع. طبعا الكيو بالوات، الكيو اللي هي اسمه لو معدل انتقال الحراره اللي يبقى بالشكل ده كده، بالوات لكل متر مربع، اللي هي بتساوي كيو على الايه اللي هي المساحه، وبالتالي تديني وات لكل متر ايه مربع. اللي معامل انتقال الحراره بالحمل اللي هو الدبليو وات لكل متر مربع درجه مئويه، مساحه السطح بالمتر مربع، فرق درجات الحراره بالمئوي. تمام، دي قيم انتقال الحراره بالحمل اللي هي بالنسبه للاسطح، سواء كان هواء ساكن او بس الكلام ده احنا مش بنلجأ له، هو بيجيب لك القيمه ديت على طول. تعالى كده ناخد مثال على الموضوع دوت، مثال مهم جدا، جدار ساخن مساحته 3 متر مربع ودرجه حرارته 90 درجه مئويه، يمر بجواره هواء حر درجه حرارته 30، ومعامل انتقال الحراره بالحمل للهواء 6 واط لكل متر مربع درجه. احسب معدل انتقال الحراره من الحائط الى الهواء، عايز الكيو. عندك هنا جايب لك الايه 3 متر مربع، جايب لك الاتش معامل انتقال الحراره بالحمل. تمام، وعندي هنا فرق درجه الحراره 90 و30. الكيو كونفكشن بتساوي الاتش في الايه فرق درجه الحراره، طبعا كل حاجه هنا تعويض مباشر مفيش اي حاجه، الاتش ب6 وعندي هنا الايه ب3 وعندي هنا فرق درجه الحراره 90 ناقص 30 تطلع لي هنا 1080 واط. تمام، لو جبت الوحدات دي كلها وضربتها في بعضها تطلع لك هنا الوحدة بالواط. مثال تاني، إذا كان معدل انتقال الحرارة من لوح معدن، معدل انتقال الحرارة كام؟ ده هو جايب لك الكيو سمول بقى اللي هي الألف واط لكل متر مربع، اللي هي بتساوي كيو على المساحة، ودرجة حرارة سطح اللوح جايب لك درجة حرارة هنا وهنا. احسب معدل انتقال الحرارة بالحمل، عندي هنا وات الكيو، نبص كده مع بعض، كيو كونفكشن على المساحة مديك الكيو نفسها ب1000 واط. تمام، كويس جدا. طب تعالى بقى كده ناخد القانون بتاعي، الكيو سمول بتساوي الاتش فرق درجات الايه الحرارة. تمام، انا ما انا شلت الكيو والاي وحطيت بدلها الايه كيو كونفكشن اللي هي كيو سمول. تمام، بيبقى بتساوي ان هو الكلام ده كل ده موجود، الاتش موجودة ودرجة حرارة السطح موجود ودرجة حرارة الفلويد موجود، اقدر الكلام ده اقدر اعمله بكل سهوله، اقدر اجيب الاتش. كويس جدا، انا عندي كيو كونفكشن موجوده اهي ب1000، طبعا التي هتروح الناحيه الثانيه مقسومه هتبقى 120 ناقص 20 ويطلع هنا وات، بالاله الحاسبه تطلع لي 10 واط لكل متر مربع درجه. مثال كمان، يعني احنا بناخد امثله كتير اهو عشان نفهم بقى الموضوع، احسب كميه الحراره المنتقله بالحمل خلال الحائط مساحته كذا، اذا كان معامل انتقال الحراره بالحمل كذا وكانت درجة حرارة الهواء الداخلي. ماشي، ناخد الداتا كده واحدة واحدة. الداتا عندي المساحة الاتش
وفرق درجات الحرارة تي اس وتي اف. تعال بقى كده كيو كونفكشن، تعويض مباشر ما فيهوش اي حاجة. الاتش عندي هنا اهوت ب 20 حطيتها، تمام. المساحة عندي هنا ب 50 اهي حطيتها، وفرق درجات الحرارة الكبير ناقص صغير عشان ما تطلع ليش هنا بالسالب، هتبقى هنا هو 39 ناقص 22 في الاخر تطلع لي 17 واط، تمام. نخش بقى على انتقال الحرارة هيت ترانسفير باي كوندكشن بالتوصيل. تنتقل الحرارة بالتوصيل قلنا من جسم صلب خلال الجسم الايه الصلب، تمام، زي قلنا كده من الحيطة السطح الداخلي لسطح الايه الخارجي. طب القانون بتاع اللي انا بشتغل عليه الكيو بيساوي كي معامل انتقال الحرارة بالتوصيل في الايه اللي هي المساحة في الدلتا تي اللي هي فرق درجات الحرارة بين السطح الداخلي والسطح الخارجي على الدلتا اكس اللي هو سمك الحائط اللي هو ايه في انتقال ايه حرارة. طبعا ده بعرفك بكل حاجة، تمام، ويطلق على المعدل ليه المعادلة دي اسمها معادلة فورير للتوصيل الحراري. بص كده معايا، احنا قلنا مثلا هنعتبر ان دوت الحائط اللي فيه انتقال حرارة من السطح اللي بره للسطح اللي جوه، تمام. ايه عندي هنا درجة الحرارة اللي موجودة بره على السطح هنا، وهنا درجة الحرارة اللي موجودة على السطح هنا، دي فرق درجات الحرارة. طب الايه هي الدلتا اكس اللي هو السمك ده، هو ده، تمام. عندي المساحة، المساحة اللي هي معرضة لانتقال الحرارة اللي هي المتعولة معمولة باللون الأصفر ده، دي كلها المساحة. طبعا لو حائط بقول طول في عرض، تمام. الكي ويقول لك معامل انتقال الحرارة بالتوصيل للحيطة ديت، يقول لك مثلا ده الطوب، الطوب مثلا معامل انتقال الحرارة بالتوصيل بتاعه كذا، بس ممكن يبقى عندك طبقة، ممكن عندك طبقتين، ممكن عندك 3 طبقات كل واحدة بالكي بتاعتها، تمام. وبعرفك بكل واحدة من اللي موجودة قدامك. انتقال الحرارة بالتوصيل ادي ممكن احسب معدل انتقال الحرارة بالتوصيل اللي هي كيو سمول بتساوي كيو كابيتال على الاريا اللي هي المساحة، تديني هنا واط لكل متر مربع، تمام. يبقى لو اداك انتقال الحرارة بالتوصيل بالواط يبقى هو قصده الكيو اللي هي كابيتال، اما قال لك واط لكل متر مربع اللي هو ده معدل انتقال الحرارة بالتوصيل. وعندي بقى الجدول ده بيوضح لي القيم الكي بتاع كل حاجه، يعني مثلا الطوب العادي والطوب كل حاجه وليها الكي بتاعتها لمعامل انتقال الحراره بالتوصيل بتاعتها. طبعا الكلام ده مش بيتحفظ، هو لو جات لك حاجه زي كده بتجي لك معطى. تعال ناخد المثال ده، احسب كميه الحراره المنتقله بالتوصيل خلال حائط ابعاده كذا. اذا كان معامل انتقال الحراره بالتوصيل كذا وكان فرق درجات الحراره على جانبي الحائط، تمام. ناخد المعطيات على طول، الداتا بتاعتي اقول هنا الايه بيساوي ايه، خلي بالك المساحة طول في عرض يبقى 4 في 10 يبقى 40 متر مربع، تمام. الكي معامل انتقال الحرارة بالتوصيل للحيطة ب 49% واط لكل متر درجة، احطها. كم فرق درجات الحرارة اللي هي الدلتا تي 15، اقوم كاتب القانون بتاعي ومديك الدلتا اكس كمان ب 3%، بس خلي بالك انا هنا شغال كله بالمتر، تمام، هنا بالمتر وهنا بالمتر والقانون هنا في المتر. قال لك هنا اهوت سمك الحائط ب 3 سنتيمتر، الثلاثة دي على طول ده بيلخبطك، لازم تحولها لمتر، تمام، ما ينفعش تشغل سنتي مع متر. طب 3 سنتي للمتر يبقى هقسم على 100 يبقى 3%، اعوض، وبالتالي القانون ما دام انا حافظه اقدر اعوض تعويض مباشر على طول كيف الايه دلتا تي على دلتا اكس، واديني هنا في الاخر 9800 واط. لو انا عايزها بالكيلو واط اقسم على 1000 وبالتالي هيديني 9.8 كيلو واط. ده مثال تاني، حيطة اهو، ناخد الداتا على طول، مديني الكي 2 من 10 واط لكل متر درجة، وفرق درجات الحرارة 10، تمام، ومديني الدلتا اكس 3 سنتي يعني 3% متر، اعوض تعويض على طول الكي معدل انتقال الحرارة بيساوي كي دلتا تي على دلتا اكس، تمام. اعوض عندي الكي موجوده والدلتا تي والدلتا اكس، يديني هنا في الاخر 66.7 واط لكل متر مربع. انتقال حراره بالاشعاع، تمام، تنتقل حراره بالاشعاع على شكل موجات كهرومغناطيسيه، وبالتالي لا تحتاج الى وسط مادي لنقلها كما هو الحال في التوصيل والحمل. طبعا انتقال الحراره بالاشعاع عندي كذا طريقه، مثلا من اللمبه للهواء المحيط ليها ده بالاشعاع، ومن النار نفس الكلام، لو في اناء نفس الكلام ده بالاشعاع،
او من اللي عندنا هو من الشمس برضو بالاشعاع، دي طرق انتقال الحراره بالاشعاع. طبعا القانون اللي انا بشتغل بيه قانون ستيفن بولتزمان، عندنا هو نشوف كده عندي القانون بيقول الكيو اللي هي كميه الحراره، وطبعا دي بالواط، وعندي هنا ثابت بولتزمان ده قيمته ثابته، بيبقى لو انت ما تحفظهاش ممكن يجيبها لك معطى في المساله. عندي اللي هو الانبعاثيه تكون قيمتها واحد في حاله اذا كان السطح دوت لونه اسود، لو سطح لونه تاني بيجيبها لك، بيجيب لك القيمه بتاعتها. طبعا الايه اللي هي مساحه السطح بالمتر مربع، خلي بالك بقى التي هنا وات بالكلفين، درجه الحراره بالكلفين. التمرين مطلوب الاجابه عنه، احسب كميه الحراره المكتسبه لرفع درجه حراره. دي طبعا التمرين دوت المفروض ان احنا نحله في البيت. تمام، تعالوا كده ناخد بقى العمليات الخاصه بمواسير التبريد اللي هي عمليه القطع. تمام، اللي انا بستخدم سكينه قطع والكلام ده بيتم داخل الورشه، بيجي لي المواسير وعايز احتاج ان انا اقطعها بيبقى عن طريق سكينه القطع. توسيع المواسير بتبقى عن طريق المنجله والجاكوش، وبيتم بالعمليه زي ما احنا شايفين كده، بيطلع الماسوره تقريبا 9 مللي، وبيتم عمليه التوسيع. تمام، بالدق على المسمار بتاعي اللي انا شغال بيه الخاص بالمنجله. تمام، وبعد كده بركب الماسوره في الماسوره. عمليه الفلير طبعا بتبقى عندي منجله الفلير. تمام، وبحط هنا اهوت الماسوره، بس قبل ما اركب احط الماسوره بقوم حاطط الصاموله الاول، وبعد كده بعمل عمليه الفلير عشان اعمل عمليه رباط المواسير بعضها ببعض، زي والكلام ده مشهور في عمليه الايه اجهزه التكييف، في عمليه الرباط الوحده او اربط الوحده الداخليه بالوحده الايه الخارجيه، وبالشكل زي ما احنا شايفين كده. تمام، الماسوره بتطلع تقريبا 3 مللي، وبيبقى ليها قانون برضو للموضوع ده، بس في الناحيه العمليه كلنا بنستخدم تقريبا بيبقى 3 مللي. طبعا لو عندي ماسوره وعايز اعمل لها عمليه خفس والحام بخفسها عن طريق الزراديه الموجوده معايا اسمها كلابه. طب عمليه ثاني المواسير ده مهم جدا بقى، لو عندي ماسوره اعمل لها عمليه تكويع. طب انا عايز عندي ماسوره وعايز احسب مثلا عندي دي 30 سنتي او 30 مللي، وهنا 30 مثلا ملي متر. طب الحته اللي انا اعمل لها عمليه تكويع ديت لو انا جيت فردتها طولها هتبقى قد ايه؟ ده القانون بتاعها. نبص كده مع بعض، عندي هنا وات القطر ده الاول ربع بوصة يعني 6.35 ملي متر. تمام، الطول بقى بيساوي ايه لما عندي اقوم قايل ربع في 2 باي في الار اللي هو نص القطر، او ممكن اقول باي على 2 مضروبة في 22 زائد دي على 2. تمام، اهو مضرب هنا لو انا عايز اعوض بقى، مش دي ماسورة ربع بوصة، ادي ربع في 2 باي، باي 3.14 في الار اللي هو ده تكويع ربع يبقى 25 مللي. تمام، يطلع لي هنا الطول 39.3. تمام، يعني تقريبا 40 مللي كده. انا عوضت لك بالاثنين بالقانون ده او بالقانون ده، الاثنين طلعوا لك ب 40 مللي، يبقى تكويع الربع للماسوره الربع بوصه عندي اهوت عندي تقريبا بيوصل الطول 40 مللي. طب تعالى كده، طيب ده لو عايز احسب الطول الماسوره بقى من اولها لاخرها، عندي هنا 30 وهنا 30 واحنا طلعنا دي 40 تبقى 100. تعالى بقى تكويع النص، القانون اللي انا بشتغل عليه النص في 2 باي في الار، نص في 2 باي الاولاني كان ايه بنقول ايه ربع في 2 باي في الار، ده بقى نص، نعوض يطلع لك تقريبا 80 مللي. طبعا لما تعوض بالقانون ده لما بالقانون ده هيطلع لك هنا ايه الطول، طول الماسوره كله بقى كذا. وكده انتهينا من المخرج الثاني. تعال بقى نخش على المخرج الثالث. طرق المخرج الثالث بسيط جدا ما فيهوش اي حاجه، بيتكلم على طرق توصيل المواسير عن طريق الوصلات المجمعه واللحام. تعالى كده، طرق توصيل المواسير، توصيل المواسير عن طريق الوصلات المجمعه او عن طريق عمليه اللحام. تمام، الوصلات المجمعه بتتكلم هنا بيتم استخدامها بشكل واسع في طريقة الوصل أو اللحام وذلك لجمع أجزاء دوائر التبريد والتكييف. عن طريق الوصلات المجمعة زي ما احنا شايفين أهي اللي احنا لسه واخدينها عملية الإيه؟ الفلير والصامولة. عندي هنا صامولة الفلير وبتبقى بالشكل ده، لو أنا عايز أربط ماسورة بماسورة بيبقى بختار الصامولة ديت أو الوصلة ديت. في عندنا هوت وصلات أهي على شكل حرف تي وعلى شكل كوع، دي الوصلات الموجودة.
عن طريق اللحام، لان انا بعمل عمليه توسيع وبدخل ماسوره في ماسوره، يبقى عن طريق اللحام او عن طريق الوصلات المجمعه بقدر اوصل المواسير بعضها ببعض. الاحتياطات اللي واجب مراعاتها اثناء عمليه اللحام، لازم اخد بالي جدا وانا بعمل عمليه اللحام، اتبع الارشادات كويس قوي، ارتدي الملابس الواقيه تمام، البس النظاره الواقيه، الحذاء الواقي تمام، بلبس الخوذه الواقيه، عندي الجوانتي تمام، وطبعا دي العدد اللي بيتم استخدامها اثناء عمليه اللحام، السماعه عشان الصوت العالي لو انا شغال في مصنع، الكمامه تمام. تعالى بقى كده ناخد سبائك اللحام ومساعد اللحام. سبائك اللحام، فعندي سبيكه اللحام الفضه وسبائك النحاس، دي اللي انا بستخدمها في عمليه اللحام تمام. مساعد اللحام عندي اللي هو الفلاكس اللي هو البودره. الشروط الواجب توفرها لتحقيق جودة اللحام أن تكون درجة حرارة انصهار لسبيكة اللحام المستخدمة أقل من درجة انصهار أي طرف من طرفي الوصلة، بيتم تنظيف أسطح الوصلة تنظيفا تاما، أن يتم تسييل سبيكة اللحام المنصهرة على سطح المعدة الأصلي للوصلة لملء الثغرة الضيقة للوصلة بسبيكة اللحام المنصهرة. كده نكون خلصنا المخرج الثالث. تعالى كده ناخد بقى بعض الأسئلة اللي موجودة على المخرج ده. بيجي يسألني هنا، يجي يقول لي ايه، سبيكة من النحاس والزنك تحتوي على نسبة من الزنك تتراوح من 20% ل 36%، دي بقى اللي هي ايه؟ نحاس احمر اصفر برونز، ها النحاس الاصفر تمام، بيحتوي على نسبة من الزنك تتراوح من 20 ل 36%. يستخدم البرونز في مجال التبريد وتكييف الهواء في لحام المواسير النحاس، صناعة المجففات، مساعدات الصهر، الوصلات لا تتعرض لضغوط عالية، في الوصلات لا تتعرض لضغوط عالية. ناخد بالنا من الأسئلة دي كويس جدا. من خصائص البرونز متانة شديدة، مقاومة عالية للتآكل، مقاومة للأحمال المؤثرة، كل ده. عندي هنا وقت، يستخدم النحاس الأصفر في صناعة المواسير المستخدمة لمرور مركب التبريد فيما عدا التي تستخدم في النشادر. يبقى النحاس الاصفر بيستخدم ما عدا المركبة التبريد اللي بيستخدم معاها اللي هو النشادر. من خصائص النحاس الاصفر نخلي بالنا بقى ايه هو؟ قدرته العالية على السحب مع قابليته للاستطالة. ناخد كده تبادل الحرارة بين سطح صلب مع مائع يسمى انتقال الحرارة بالحمل. انتقال الحرارة بالحمل الطبيعي يعتمد على حدوث تغير يؤدي الى حركته تمام، اللي هو حركته اللي هي تغير في حركة المائع. تنقسم أنواع مواسير النحاس المستخدمة في مجال التبريد والتكييف وفقا للسمك والمرونة. اكتب القانون الذي يوضح العلاقة بين الكثافة والكتلة والحجم اللي هو الرو بيساوي الام على الفي. اذكر العمليات المستخدمة مواسير التبريد، فرد المواسير والقطع والتاني والتوسيع وعمل الشفة واللحام المواسير النحاس. طبعا ده مثال، تعال نبص عليه كده بسرعة. احسب كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة 1 كيلو جرام من الماء من 5 ل 25 اذا علمت كذا. اخد الداتا على طول اقوم حاططها، الكتلة درجة الحرارة والسي بي، والقانون بتاع اللي انا هستخدمه كيو بيساوي الام سي بي دلتا تي، هيبقى بالشكل دوت، وفي الاخر يطلع لي الوحدة ب 83 من 174 كيلو جول. نفس الكلام هنا، باخد الداتا بتاعتي بقوم كاتبها واستخدم القانون بتاعه برضه، نفس القانون، القانون بيقول لي الكيو بيساوي الام سي بي دلتا تي، ويطلع لي الوحدة عندنا اهوت بالكيلو جول. طبعا ده طبعا كل ما موجود في الوحدة الرابعة، وحدة تشكيل المواسير والحمى، وحدة مهمة جدا وبسيطة ولذيذة. وقلنا أهم حاجة فيها من وجهة نظري موضوع او باب اللي هو فيه انتقال الحرارة، نقطة مهمة جدا الهيت ترانسفير، وقلنا انتقال الحرارة بالحمل والتوصيل والإشاع. بكده نكون انتهينا من الوحدة الرابعة والأسئلة المتعلقة بالوحدة الرابعة. ان شاء الله نشوفكم على خير في الوحدة الجاية، واتمنى اكون وفقت في عرض المادة العلمية، وشكرا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.